يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نزع المسلم الشراب الذي قد مسح عليه فهل يبقى على طهارته؟ لا، إذا نزع الممسوح بطل الوضوء، لأن المسح إنما جاز مع وجود الحائل، فلما زال الحائل زالت الرخصة، إنما رخص مع وجود الحائل، فإذا زال محل الرخصة زال الحكم، فتعيد الوضوء. بارك الله فيك. نعم.